بما ان حضرتك فتحت الفيديو، اتمنى من حضرتك انك تصلى على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم، عشان انا وانت والكل يستفاد ببركة الصلاة على النبي محمد. مشاهدي ومتابعي قناة الريف حياتي من كل مكان في العالم، اهلا ومرحبا بكم جميعا. بجدد لحضراتكم اللقاء من داخل سوق بالقاس العموم الدولي يا جماعة، وتحديدا احنا موجودين في سوق الحمير. هنتعرف على اسعار الحمير مع المعلم عربي. طبعا يا جماعة بنبدأ اللقاء تحية طيبة معطرة بذكر الرحمن الى اخواتي وحبايبي المغتربين من جميع انحاء دول العالم، واسأل الله ان يردكم الى دياركم سالمين غانمين يا رب العالمين. سوق بالقاس يا جماعة سوق يوم الحد من كل اسبوع، اللي هو سوق البقر والجاموس الوالد، وفي حمير برضه يا جماعة اهوت، وكان في خيل زمان، وكان في خيل بس اللي موجود دلوقتي فيه حمير. يلا بيني على بركة الله نبدأ. السلام عليكم يا سعيد. الله وبركاته. كل سنة وانت طيب يا غالي. الجحش الأسمر دي سنه ايه؟ لباني. لباني؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السن اللباني يا جماعة ما كسرش. دبابة قدام حضراتكم اهوت. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. والأبيض يا معلم سعيد. لباني؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السن لباني يا جماعة. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. وهنعرف سعرهم من المعلم عربي يا جماعة اهوت. يلا بينا يلا بينا. ماشي يا عم سعيد. السلام عليكم يا معلم عربي. وعليكم السلام ورحمه الله. كل سنه حضرتك طيب. وانت طيب يا عم. انا شايف معاك مال بسم الله ما شاء الله مش مخلي من الحلاوه حاجه خالص. معاك عشان حلوين. ودي اللي معروف عنك يا معلم عربي. الله يصلح حالك. انك ما بتجيبش الا الحلو. معاك عشان بعض. الجحش الاسمر دي بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب المعلم سعيد فتح السن بتاعه. ما كسرش. والسن لا المفاجاه بقى ان السن بتاعه لباني. طب بحكم خبرتك كده يا معلم عربي يكسر امتى؟ مثل ما عدوا على ما يوقع سنتين. يعني قدامه كمان سنة على ما يوقع سنتين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مجحش يخشني كمان يجيب كمان شيب. جميل جميل. مجحش نضيف وامير. طب ما يرضي الله في خالي من اي عيب شرعي. والله ما في غلط. انا عارف انك انك بتفرز حاجتك على الفرازة. مجحش نضيف مجحش بفلوس. جميل. مجحش ب 16000 ونص ما كانش نضيف ما نشتريه. 16000 صلاة على الحبيب ونص. اللهم صل على سيدنا النبي. مجحش احسن من 20000. جميل. طيب والابيض؟ الابيض ب 6200. 6200 ما كسرش برضه. ولباني؟ طيب دي لباني ودي لباني يا معلم عربي، بس الفرق السماء من الارض. ايه السر بقى عشان اعرف المتابعين؟ دي جحش تلتين ودي هو جحش خشن فرع. جميل. دي عظم واسع. الجحش الاسمر دي عاوز شغل. تمام؟ طيب حابب اسال حضرتك سؤال، السوسي والنمله لهم علاج؟ لا اللي هي النمله ملهاش علاج، السوسه اللي لها علاج شويه زيت بملح بتسخنينه وبيطلع على كده. بالسوسي؟ طب النمله ملهاش علاج يا معلم عربي؟ ولا 1%؟ لا ولا 1% لا علاج. تفضل في الحافر الحمر كده. خلاص انتهى على كده. جميل. طيب قول لي رقم تليفون حضرتك يا معلم عربي. 010 010 61 61 411 411 01 01 7 7 بطرة بطرة طلخة تهالي. طب انت ما معكش النهارده حاجة من بتاع الغلابي؟ لا النهارده مفيش الا الابيض بقى ابو 6200. يعني ابو 6200 نقدر نقول بتاع الغلابه برضه. جميل. حلو حق معقول. الحاجه الحلوه دي يا معلم عربي انا ما بشوفهاش الا في المنزله وقطور. يابا صل لها زبون في بالاس بالاس صل عليه صلى الله عليه وسلم. اللي عاوز حاجه حلوه بروح لها اخر الدنيا. جميل. بدور عليها وكده. انا عارفك انت جلاب الطيب طبعا. ايوه. بس انا اللي شاهد من كلامي ان المال الحلو دي ليه زبونه في بالقاس. ايوه بينه والجحش الاسمر دول جوز زمان بيشتروه مني الوقت. جميل جميل. ربنا يحسن سوقه يا رب وييسر لك الامر ان شاء الله يا معلم عربي. نصيب بامر الله ينبع لكل اي حد له نصيب فيها. ربنا ييسر لك الامر يا معلم عربي. شكرا لك يا معلم عربي حبيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 16500 اسعار جنونيه النهارده يا جماعه في سوق الحمير. بس طبعا دي حاجه ودي حاجه. دي بتاع الغلابه يا جماعه 6200 6200 16000 ونص 16000 ونص. السن لباني والسن لباني. الابيض لباني والاسمر لباني. بس في فرق في السعر يا رجاله، في فرق في السعر. اللي محتاج اي حاجه من العرض ده يا جماعه يتواصل مع المعلم عربي ورقم التليفون موجود في العرض. واي حد يا جماعه حابب يستفسر عن اي حاجه يكتب لي في التعليقات وانا تحت امر حضراتكم ان شاء الله.
بقول لك مستعد لوكيل ربنا يعني اما ده ب 10000. السوق يا جماعه يوم الحد من كل اسبوع، سوق بالقاس يوم الحد من كل اسبوع. بالنسبه يا جماعه للبقر والجاموس الوالد وسوق الحمير يوم الحد من كل اسبوع يا جماعه. حمل العيد. مكان السوق طريق المنصوره جمصه بجوار كبر عمار. صور باشا باشا حبيب. لا طب تصورك على حاجه حلوه. لا ما تصورش على حاجه، ما تصورش على حاجه. استنى بقى، استنى بقى، صور حاجه. سنها ايه الاول؟ قفل يا غالي، محدش عارف سنها. يا عم طول بالك. السن سنتين. انت بتاع السن كده لما اشوفه يا عم. لا ما تتصورش جنب دي. طالما قلت استنى يبقى قفل. ماشي سنتين صح. السن ما بيدرقش. جميل تمام. سميت اسعار فيها محترم بما يرضي الله. سميت اسعار؟ لا والله لسه على الله. طب ان المطلوب فيها كام يعني؟ نعم. المطلوب كام بالسعر؟ المطلوب فيها 3000. 3000؟ يا بلاش البلاش. يا بلاش البلاش. عروض الغلابه يا رجاله. 3000 جنيه من داخل سوق بالقاس. واللي معاك يا محترم؟ لا. يعني دي اللي معاك. يا مسعد. مش انت عايز حاجه مني؟ ها؟ اركب مع ياسر. حبيبي يا محترم استاذ احمد. حبيب ما تفلس بقى على ما تيجي. شو المهم في البيع؟ العرض هنا مش البيع. راجعين ولا ايه؟ لا مروحين ومروحين. ها؟ انا بنبيع الحاجات دي. ماشي يا غالي الله يسرك الامر.